ما حسين بوشكير صاحب المقولة الشهيرة والعالمية، صاحب مقولة وزير السعادة. جابت لي مشاكل كبيرة هذه وزير السعادة من طرف زملاء الإعلاميين اللي دائما يقولوا لي أنت أسبابنا. أنا ما أسبابكم ما والو، أنا قلتها له في 2019 كانت طوندونس، كانت هذاك كنا فرحة لاجوا الناس على هذيك الجماهير بالك تفعلت معها ودارت حالة شديد. حسين من يتحمل مسؤولية الإقصاء 100%؟ دوك سمعنا نعكس أصحابي ولا ماشي كاسيون. المنطق يقول جمال بالماضي أنه يتحمل المسؤولية. كاين صحفي آخر قال لي بالماضي أني مع بقاء بالماضي. لا جمال بالماضي زوج مرات على التوالي بالك ثلاث مرات كان كاميرون إقصاء أمام الكاميرون للمونديال قطر غياب تام، زيد دورة قارية في الدور الأول أظن بأنه يتحملها. أنت ما بقايا ورحيله هذه وعره هذه. هو قال نروح للباع وروح قال للجزائر ونولي. هم يقولوا مصادر بانه دفع الاستقاله الناس كامل يطالب مطلب شعبي رحيل بالماضي. شكون في علمك كاين العقد تاع بالماضي محمي 100%؟ بالماضي عنده عقد بهدف مونديال 2016، هذه معلومه رسميه 100%. ما عنده حتى اهداف، يقدر ما يديميسوني ما يستقيل ويبقى وما كتاو على الخرف. هو جاوب في ندوه صحفيه الزميل طرح له هذا السؤال، قال له كي ندخلوا البلاد نتفاهموا بصح الشعب انا سقسيت الشعب قال لك يروح ما كان لا ما نستحقوش. وانت انا لا انت وصح راي وصح. انا اقول لك انا مع الغالبيه طبعا، ما عادش نكون انا مع بقائه مع رحيل جمال بالماضي. واعطينا اسم جديد. واش اسم جديد جمال بالماضي؟ خلوه سكري، خلوه سكري يبقى دائما افضل مدرب مرة على تاريخ كره القدم الجزائريه. نشكروا على ما قدم الكره الجزائريه. انا الاوان يخرج من الباب الواسع، شفنا اليوم الجمهور لوتال لازم يروح سلمو هذه هي. اعطينا اسم هو حيكون احترافي وراح يقدم الاستقاله تظن؟ طازج يرافقكم في كاس افريقيا بكوت ديفوار.